الغرب والدول الأوروبية بشكل عام، هل تعتقد بأنهم يحاولون وضع تركيا وروسيا وجها إلى وجه؟ يعني يمكن أن نفترض هذا الأمر، لذلك أنا أرى أن السياسة التركية الحكيمة يجب أن تنتبه على هذا الأمر، إلى هذا الأمر، كون أن الدول الأوروبية في نهاية المطاف تتعامل بحالة اصطفافية لديهم يعني موروث على أنهم أوروبيون، وفي مقابل أمامهم تركيا، يعني لا ينظرون إلى علاقة مميزة مع تركيا، وإنما كانوا في السابق يعني يعتبرون أن العلاقة هي استغلالية. الآن تركيا في حالة الاستقلالية بدأت تلزم أوروبا على أن يحترموا الموقف التركي وأن ينصاعوا إلى طلبات تركيا إذا ما أرادوا أن تكون تركيا يعني تتعامل معهم بشكل إيجابي. لذلك أنا أرى حقيقة أن تركيا عندما أشاحت وجهها قليلا باتجاه الانخراط إلى الاتحاد الأوروبي، وجدنا أن دول الاتحاد الأوروبي تأتي إلى تركيا وتطالب أن يكون هناك علاقات، مزيد من العلاقات المميزة. إذا في نهاية الأمر السياسة الحكيمة في تركيا يجب أن تعمل على التوازن ما بين الموقف من الاتحاد الأوروبي وسياسة المصالح مع دول الجوار.